كمان الكوتش رولاني مكوينا المدير الفني لصن داونز كان ليه كلام مهم جدا بخصوص مباراه الاهلي النهارده، هعلق عليها وهتكلم عليها. ولكن نروح الاول نسمع كولر قال ايه، ونسمع كمان محمد الشناوي قال ايه، ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نعلق على المؤتمرات الصحفيه وكلام مهم جدا كمان هقوله على تقييم رولاني لمباراه اليوم والمفاجات اللي بيحضرها لمواجهه الاهلي النهارده على ملعب السلام. نخرج نتابع المؤتمرات الصحفيه. احنا قدامنا مباراه صعبه جدا بكره قدام فريق قوي جدا، فريق صن داونز. احنا حضرنا للمباراه ونتمنى ان شاء الله ان تحضيرنا للمباراه يكون موفق بكره ان شاء الله. النت قدامنا خمس ماتشات يعني 15 نقطه يمكن ان احنا نحصل عليهم ان شاء الله، بالتاكيد ان الواحد يكسب الماتش اللي على ارضه، ده اللي احنا هنحاول نعمله بكره. Wenn ich ihm schon erzählen würde, wie wir بالتاكيد لو انا قلت دلوقتي اي حاجه على طريقه اللعب او التشكيل، اكيد فريق صن داونز بيتفرج على المؤتمر الصحفي ده دلوقتي، فانا بدي لهم معلومات على طبق من ذهب. بالتاكيد من خبراتي ان الافضل ان المنافس يعرف تشكيلي وطريقه لعبي ممكن قبلها بساعه قبل المباراه، واحاول اخر المعلومه قدر الامكان، لكن لما المنافس بيحصل على المعلومات دي يوم كامل قبل المباراه يقدر يتحضر بيها ويجهز بيها، فبالتاكيد ده مش فاهم. هم اولا لعبوا ماتشين بالفعل في الشامبيونز ليج يعني في دوري الابطال، خدوا خبرات بقى لهم ماتشين اغلب اللعيبه. نقطه ثانيه ان النادي نفسه نادي صن داونز عنده تاريخ في البطوله وعنده خبرات كبيره في البطوله دي، والتشكيل الاساسي او القوام الاساسي بتاع الفريق تقريبا هو من الفتره اللي فاتت، مش كل العناصر جديده. بيبقى في صعوبات لما في عنصر او اثنين بيبقى جاي من بلاد مختلفه، لكن هم عندهم من الخبرات في البطوله دي ان هم يقدروا يخشوا او يجمعوا الخبرات دي، خصوصا النادي نفسه عنده خبرات كبيره. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا بكره نكون في كامل تركيزنا، وان احنا نظهر قوتنا بكره وشخصيتنا، وان احنا نظهر احسن ما عندنا عشان ناخد الثلاث نقط. من الخبرات عنصر الخبره بيبقى ممكن يساعد لو احداث المباراه نفسها، المباراه تبقى ماشيه ممكن عنصر الخبره يفرق في بعض احداث المباراه، لكن مش هو اللي بيرجح كفه الفرقه عن فرقه بشكل كامل.